بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا. والدرس جاني سغالي توبانات كمدة من دروس شهر رمضان. وعانو سوهيني دروس تاني نوصو هرمرتين انو كسو هذا اللي اهداب تلو غبا هن يهي يشروط اللو غبا هن يهي قفك داكركو الهي حصيو يقفك داعيقو الهي بريا يمركا شروط يا اهداب تلو غبا هن يهي ايانو مركا ايضا اهينو دن بيسي الى شن يتوبان اهداب اما شن يتوبان قضب oo looga baahan yahay qofka daaciga ah oo Ilaahay baryayo iyo qofka isla marka ayada ah Ilaahay xusayo marka looga baahan yahay baano dambeysa insha Allah. Maanta darsigeena wuxuu ka hadlayaa awqaada iyo xilliyada iyo xaaladaha ducada la ajiibo, awqaatul ijaabati wa ahwaaluha, ama ahwaalu ijaabati ad-du'a, أما أوقات إجابة الدعاء وعشر كأن ما أنت أدارينها. يعني أوقات سوي بضنتهاي حلقة كوبات أما وقت كوبات من أوقات إجابة الدعاء وحاكمة الثلث الأخير من الليل، يعني ثلث قيبة الضنبة أما السقدر لحا وهبينك كمدة هبينك السدح ميلود مركي الله قيبيه لا بقي بود مركي تقيبة السدحات ويان labi toban ki saaca oo saddex markii loo qaybiyo, yaani adigu wixii ka bilaabato weeyaan 8 saac iyo 9 saac wixii ka sii bilaabo. Qaal Allahu subhanahu an ali yaquba, ilaahay wuxuu asagoo ka waramaya nabiyullaahi yaquub yaalkiisi, oo nabiyullaahi yaquub la hadlay wuxuu leeyahay nabiyullaahi yaquub wuxuu yiri qaaluu aalkiisi iyo caruurtiisi baa waxay ku dhihin qaaluu yaa abaana astaghfir lana dhunubana inna kunna khaati'in, aabow ilaahay dambinaaf noo weydii inuu ilaahay dunuubteena noo dhaafa, waxaanu ahayna marka ayada kuwa khaatiin ah oo dambiga kas u sameeyay ayaanu ahayna weeyaan. Markaasaa nabiyullaahi yacquub wuxuu yiri qaala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwa alghafuru arrahim, dib damba ayaan ilaahay dambi dhaaf idinkugu weydiinayaa, allana waxaa weeyaan alla dhaafid badan raxiim oo naxariis badan. Waxaa la yidhi marka asaga إنه أخر طلب الاستغفار إلى ثلث الليل الأخير، إلى ثلث الليل الأخير من الليل، يعني إلى ثلث الأخير من الليل، يعني الدعاء ديسي يا استغفار تأوحود بغيبة ليرها نبي الله يعقوب، يعني ثلث كالدنب أما قيبة الدنب وهبينك نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه ينزل ربنا تبارك، ينزل ربنا في كل ليلة إلهي وحوسودها هبينك السم إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا سماء أغسو كي سوى ينبو أسو دقاحين يبقى الثلث الأخير من الليل أبينك سدح ميلو الله بميلو مركي تغان سقال سعي سديس على قار مركاس أوحو ليه من يدعوني فأستجيب له يا إبريه وان مركا أيضا أبريه يدعى ذا كأقبله من يسألني فأعطيه يا وحي ويدي سنية ووحسيه من يستغفرني فأغفر له يا دم بالدافي ويدي سنة يؤن أدم بالدافة أبو ليهي. حديث كان هو حديث صحيحة وإمام البخاري أيا صو صاري ويان حديث كن بقول أفرتن يشن إمام مسلم نتضبب بقول كنتن يسديد بوكو صو صاري وحديث صحيحة. أو قاد الله بعض الدعاء ذا الأجيبة أما حالة الله بعض الدعاء ذا الأجيبة وحاويان قفك مركو سجود سيهي نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وحال لإغرية بي والإيدي دي إن أن قرآن كأخرية أنيقو الركوع سن أو ساجدا أما أنيقو السجود سن إن أن قرآن كأخرية أن قرآن كأخرية لبضى حالة ضد والإيدي دي بوليه سببت وامحي فأما الركوع فعظموا فيه الرب بويله، يعني الركوع ده إلهي وينيه وسبحان ربي العظيم مركع لها ويان. وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، سجودنا صوماها الدعاء ده كد ذاله بوليه إن إلهي بردان كد ذاله.
فإنه قمن أن يستجاب لكم وحا حقيقة وإلهي حقيقك ومذيه إنه مركع يذا إذن كأتي بويان. قال سيدوك الإلهي وحوليه واسجد وقترب يحنف السجود وإلهي أدوى وبوليه. نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه حديثك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أدونك مركو إلهي أقدو يهي وحاويان ومركو سجود سيه. فأكثر الدعاء والدعاء بضيئ بوليه النبي صلى الله عليه وسلم أدونك مركو ربك أقدو يهي وحاويان ومركو سجود سيه دعاء بضيئ. نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه يعني حالة السدحات ومن أوقات أما وقتيادة أما حالة السدحات من دعاء الأجيبة وحاكمد ساعات إجابة الدعوة وحاويان في ساعة يوم الجمعة ساعة مالنت الجمعة كمد لما قرانا ساعة أيضا وأن ساعة كمد مالنت الجمعة. نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه خير يوم طلعت عليه الشمس مالنا يقول رحدة أصور دلت وحاوه خير بنا يوم الجمعة فيه خلق آدم نبي الله آدم يا الله أبو ري وفيه أدخل الجنة مالنك أيضا يا جنة اللقائي وفيه نبأ تيب عليه مالنك أسق يا الله توبة أقبالي وفيه أهبط إلى الأرض مالنك أسق يا الله اللوسو دجيي وفيه تقوم الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يري مالنك أسق يا ساعة قيامة إسعيد عيسى. نبي صلى الله عليه وسلم حديث كلو حليه يوم الجمعة في يوم الجمعة بير ما لنت جمعة الأحداث ساعة باعهاتي لا يوافقها مسلم وسنمركها ليلين قف مسلمة وهو قائم يصلي أصغو تاغان ومركاته كنية يسأل الله خيرا إلهي إن خير ويدي سنية إلا أعطاه مركا إلهي وسين ياوها لشين ياويان. نبي صلى الله عليه وسلم وقال بيده كعنتي ساوسيد حيري أي يقل قلنا يقللها أي يزهيد وحي يربو إلى ساعد يرويا ساعد بضناها. نبي صلى الله عليه وسلم علمات ويسو خلافين مركع أيضا ساعدها أيضا وحي تهيب يسو خلافين في هذه الساعة قال يا وحيدهن إنها عند طلوع الشمس قرح هذا مركع يصعب حيسويان قاركود وحاكلوا إذن عند الزوال صمد برتن كذا مركع يتاغنتها قرح هذا كوكل وحيدهن مع الآذان آذان كمرك الأدمي وقيل وحاكل ليري إذا صعد الخطيب المنبر يعني خطيب كمرك منبر ككرويان فأخذ في الخطبة أو خطبة وباللابة قل يكل وحيليهن إذا قام الناس إلى الصلاة ضد كمرك صلاة دو استهجان قل يكل وحيليهن أو علماء بدن كودة إنها بعد العصر صلاة عصر كدب ثم كذب حيث خلافين فقال بعضهم هي الوقت الأصيل ما وقتي أصل كأهابا قال بعضهم آخر ساعة النهار ومانك مركع يضع يعني وقت الأصيل بيدهن مركع يضع ووقت الأصيل حاوي وبكرة وأصيلة يعني عصر كيوي بغاركود وحيدهن آخر ساعة النهار مانك ساعده قدن بيس قل يكلا وحيليهن وانا قولك وهو قول الراجح بولايها مركع وانا قولك وقول الراجح سن بيدهن دليل كأسقى كتسين ينا وحاوي والدليل قوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكيس ويري ويان يوم الجمعة 12 ركعة ما لينت الجمعة وحاوي لبي تبركع يريد الساعة يعني ساعة ذويان لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى شيئا مركع يضأه لما هل لما أرك قف مسلمة وإلهي ويدي سنة يوح إلا آتاه الله عز وجل إلهي مركا وسين يا وحو ويدس فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر بويري وحد كرى ديسان ساعة أودا بيس صلاة عصر أبو داود أي كني أفرتني سداد أي حديث كأسي كسو ساري إمام النسائي مجلد كسدحات يعني بو كسو ساري يا مسلاشني السقال يعني سمعان سلاشان سؤال بقول حديث كأنت أصبوك صوشارة يا وياه إمام الألباني نبو صحيحي صحيح الترغيب والترهيب يعني صفحة تضبط بقول إلا بكوت صحيحين يا وياه ساعدها كل الدعاء لأتيبه وحاكمده سيدو النبي صلى الله عليه وسلم نوشا غي دبر الصلوات المكتوبة ساعدها مركا واجب كقداشود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحلويه أي الدعاء أسمع دعاء ذاب إلهي مركا أغمق لأجيها وقو أجيبت بديها قال وحوير جوف الليل الآخر
يعني هبينك آخر كيس الدنبا ودور ودبر الصلوات المكتوبات يا صلاتها واجبك قداشود سيدوك الأوقات الدعاء اللي أجيبه وحاكمده بين الآذان والإقامة آذانك يا قمد أنت أود حيسويان نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة دعاء آذانك يا قمد أود حيسلم عليه سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه ثنتان لا تردان أو قل ما تردان لبل معلية أما وحاير هدي العلية أنت العلية أياير الدعاء عند النداء أبو يلي النبي صلى الله عليه وسلم دعاء حاكم ده الدعاء عند النداء دعاء وقفك إلهي وبري مركو آذانك ودعية لح وحاك الله كم ده وقاد الدعاء اللي أجيب عند اللقاء العدو عدو قمرك إلا لا كل ما وعدو قال هذا لا كل ما نبي صلى الله عليه وسلم حويري ثنتان لا تردان أو قل ما تردان يعني لبل معلية وحانا ير هدين لعليا انت لعليا اياير وعند وحير ملك ايده عند الدعاء هريما نصمر عند الدعاء وعند النداء وعند البأس اللي بات ملك يجر حين يلحم بعضه بعضا ملك ايده بأس ملك يدك هلبود اسدح قلان ويانا توس عاد اللي اسكو نحقر او قاد ملك ايده الدعاء اللي اجيبه وحاكمد ليلة القدر فإنها مظنة الخيرات وامر من الخيرات كذا وبدنيها وخيرات بدن اللهم لينيا واجابه الدعوات وحين ما ظننا اتهي وما لقيها لويان خيرات كذا وبدن يدعى ان لا اجيبه ومضاعفه الاعمال تتك اعمال شو ذا اي مركا لو كر لو لا لابا وحط الاحمال الثقال يعني ذنوب تادتك دبر كود عسليسين والود جيا ويان والعمل فيها خير من الف من مثله في سائرها يعني خير كله سمعينا كن يعني بلوت أو بلها أيوة كلبو كخيب بدن يهي ويان في سائرها إلهي نوحي ويري ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر وحي كخير بدن تيكون بلوت يعني ليس فيها ليلة القدر وقيل فيها وحال يري إنها ليلة السبع وعشرين وحال يري هابين كلباتين تضبات وكان ابن عباس وهو حبر هذه الأمة وحورنشري وترجمان القرآن يختار هذا القول والله بعتني تضبين يتعب ودورنشري ويستدل عليه بأن صورة وحمرك ودي لشنشري بأن صورة 30 كلمة إن يتهي ككوابنت يصد كلمة والكلمة السابعة والعشرون كلمة الله بعتني تضبان قوله سبحانه وين هي كلمة هي ويان وهي الأظهر ولكن الأظهر أبو يرى والأقوى أنها لم تحدد الله أعلم لكن سيدة ظاهر كا قوي أود بضن وحوليها مركا أساق محمد مجدي بن عبد الوهاب الأحمدي وحوليها إن كان أساق وحاوي إنا اللي حددين ويان إله بانا قرانا يمكي تاي أو قاد الدعاء اللي أجيبه وحاكمده دعاء الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم إمامك عادلك مدحوينها عادلك يقفك صوما دعادي سمركوا أفري يقفك للذلمي أو مظلومك دعادي سكوا يقبه وحاويان وساعد الدعاء اللي أتيبه ويان نبي صلى الله عليه وسلم حويري 3 لا ترد دعوتهم سدح دعاده اللي معلي الإمام العادل إمامك عادلك والصائم حين يفطر حتى يفطر يعني يا مركا قفك صائمك إلى أفريه ومركوا أفريه ويان إلى أفرك وقاري ودعوة المظلوم يقفك مركا للذلمي هبار كيسة يرفعها الله إلى باكر قاد يدون القمام يوم القيامة يعني السمضة سيغضر لها سبكر مرينيا ويفتح لها أبواب السماء الباب هذا سمضنا والوفريا ويقال وحونا ويقول إلهي وحوليه بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين عزتي دي أودي دي أن كل أرتي وأن كو قرقاريا ولو بعد حين با نبي صلى الله عليه وسلم وحوكولا يا معاذ مركو وديري يا يمن اتق دعوة المظلوم ورسك إلاني يعني قفك الذلمي أو مظلوم كابار كيسة فإنها ليس بينها وبين الله حجاب بريديسه يا إلهي وحجابي وحكى لتذا يمتر تويان رسك إلاني أو قاد الدعاء اللي أجيبه وحاكمده سيد النبي صلى الله عليه وسلم أو ناشي يعني الدعاء بظهر القيب قفك ولا الكا أو كامق المركا وظهر الغيب أسوأ قفك كامق أنا دد عيني سظهر الغيب كدد عيني سويان تاس أيضا وأوقات الدعاء إجابة الدعاء نبي صلى الله عليه وسلم حوليها دعوة المرء المسلم
قفك مسلم كالدعاء ودعينا لأخيه ولالكي بظهر الغيب أسوه كمقا مستجابه ولا أجيبه عند رأسه وحاء هذا ملك باهاد موكل لاحل سار أرنك أسوه كلما دعا لأخيه بغير بخير مركز ولالكي ودعي خير يوناك قال الملك حليه الموكل به آمين ولك مثل آمين إلهي كأقبله أذيقنا السيد وكلا انت سوى كلا بأن الله ذهي بوليها أو قادة ملكة أيضا الدعاء اللي أجيبه أما الدعاء اللي أجيبه يعني انت سوى نوحاوه أو قادة الدعاء اللي أجيبه دعاء اللي أجيبه يتهوه يان ملكة أيضا دعاء كالسما اللي إسكا أجيبه يا. إجابة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حوليها ما من مسلم يدعو الله بدعوة وما متر قف مسلمة أو إلهي كبر يا الدعوة يا بريء ليس فيها إثم واحد دم بأوسن كسجنين ولا قطيعة الرحم وحقارا بقويس نمنا أيسن كترين يعني أدي الدم بي وحس أم بنانين أدي الله يكبر إذا هي قطيعة الرحم يعني قال أبينا القرابة ذي قويس إلا أعطاه الله إلهي وحسين يا بها لبدا دي كمر أنت إثم هي قطيعة الرحم وحيابها موانع الدعاء بي كم تيدعاء الديد إن لقاء أجيبه يعني وعير حالسين يا سد حميد كوت إما أن تعجل له دعوته إن دعوتي سيلوسو الددجيه وإما أن يدخرها لها في الآخر له في الآخر يا إن آخر الله يود بديه وإما أن يصرف عنه في السوء يا إن مركع أيضا أهل لوجل إحية دباتي وحيا الكسوس عتو أيضا كلا قالوا حيري إذا نكثر بوير مركع السحابي قال الله أكبر إله باوين بوير النبي صلى الله عليه وسلم درس جينا ما أنت إنها بنوجي هاي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.